هذه الدورة، وسعداء إن إحنا نتذكر هذا الرجل القيمة الكبيرة، كما نهدي هذه الدورة إلى الفنان طارق عبد العزيز الصديق والزميل. البوستر السنة في مئوية السنة دي 2024، مئوية أستاذنا الراحل فؤاد المهندس. هو اتولد في 1924، والسنة دي بنحتفي بمرور 100 عام على ميلاده. طبعا فؤاد المهندس واحد من أهم علامات الكوميديا في تاريخ صناعة السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، فبنحتفي بمئويته، وهنقول بشكل الاحتفاء بيه. البوستر السنة دي أستاذنا، بنعود إلى أستاذنا محمد عبلة، الفنان المصري الشديد المصرية والخصوصية والشديد العالمية والبساطة والعمق. فأنا بشكره على إهداءه لينا هذا البوستر الجميل، وبشكر محمود إسماعيل اللي بيصمم كل الهوية البصرية لمهرجان الأقصر في الثلاث سنين اللي فاتوا. كمان احنا عادة بنحتفي بأحد الدول بتبقى دولة ضيف شرف، بنعمل تركيز عليها. السنة دي في 50 سنة على صناعة السينما في جمهورية مالي الشقيقة. الحقيقة السينما في مالي سينما مهمة جدا وسينما كبيرة، وحصلت على العديد من الجوائز في العالم، وليها رموز كبيرة جدا جدا وهامة جدا. يعني أستاذنا سليمان سيسي، وهو صديق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وأحد الداعمين لنا، سليمان سيسي أفلامه بتعرض في كان، وحصل مرتين على جوائز رسمية من مهرجان كان عن أفلامه الروائية وعن فيلمه الأخير التسجيلي. وكمان شيخ عمر سيسكو، مش هقدر أقول كل رموز الصناعة في جمهورية مالي الشقيقة. ومعايا النهاردة مادو كواتييه، المستشار الثقافي لسفارة مالي في مصر، فليتفضل لإلقاء كلمة بمناسبة تكريم السينما في جمهورية مالي الشقيقة. تفضل.